بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية، ويا تدعمونا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. في حلقة اليوم معانا المكمل الغذائي كولا كوجين، أكياس تركيبة جديدة ومتطورة، وهو يحتوي على الكولاجين البحري مع فيتامين سي، وهو تركيبة جديدة خالية من الدهون أو الكربوهيدرات للحفاظ على شكل الجسم، وهو يعمل على مقاومة علامات التقدم في العمر وعلاج التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويعمل على الحفاظ على نضارة البشرة وتحسين امتصاص الكولاجين وزيادة إنتاجه، ويعمل على حل مشكلة تكسير الأظافر، وله قدرة على تحفيز نمو الشعر، ويعمل على إبراز الشفايف والخدود بشكل أكثر امتلاء، ويعمل على توحيد لون البشرة والقضاء على البقع الداكنة وحماية البشرة من أضرار التعرض للشمس، ويساعد على سلامة المفاصل، وهو طبيعي وآمن الاستخدام. الجرعة كيس واحد يوميا، العبوة 30 كيس، سعر العبوة 400 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.